السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي رياض الأطفال نافذة الرياضيات الفصل الدراسي الأول والنهاردة معدنا مع العدد تسعة النهاردة هناخد العدد إيه؟ تسعة والعدد تسعة ده بكتبه فين؟ هكتبه داخل المربع يلا بينا نشوف كده أنا عندي يا ترى كام كتكوت جميل شايفينه كده عدوا معي يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة برافو عليكوا احنا النهارده خدنا العدد ايه؟ تسعة, تسعة طب تعالوا كده يلا بينا نعد كده انا عندي كام اصبع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة, تسعة احنا النهارده خدنا العدد تسعة. بكتب العدد داخل المربع، طب يلا بينا كتابة العدد تسعة وبنأكد إن هو لازم يتكتب داخل المربع، يلا شايفين تسعة بيتكتب إزاي؟ يلا اكتبوا معايا كده أول مرة العدد تسعة. يلا اكتبوا كده أول عدد عندي أهو، تسعة. تسعة يلا نكتب كمان الإيه؟ تسعة يلا كمان آخر مرة تسعة. نكتب مع بعض العدد تسعة تسعة نكتبه داخل المربع. داخل المربع، يلا بينا يلا نشوف العدد تسعة من خلال البطاقات النقطية هنرسم كم دائرة تسعة واحد ما. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة طيب يلا بينا ولسه مكملين في تفعيل ركن الرياضيات وهنمثل العدد تسعة في إطار الخمس خانات يلا بينا نحط كم نقطة يلا. تسعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة برافو عليكم ستة سبعة ثمانية تسعة, تسعة, أشكركم يلا بينا هنفعل ركن الرياضيات وهنمثل العدد تسعة على خط الأعداد اقرأوا معايا كده الأعداد يلا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر يلا هنحط دائرة على على العدد كام؟ تسعة تسعة يلا بينا ونشوف السؤال الجميل اللي قدامنا بيقول ايه؟ السؤال بيقول اجمع، السؤال بيقول ايه؟ اجمع اجمع ودي مسألة جمع ايه يا ترى؟ رأسية دي مسألة جمع رأسية، أول حاجة بعملها بعمل ايه؟ بنور الإشارة أول حاجة بعملها بنور الإشارة، طيب هعمل ايه احط هي اربعة زائد خمسة يساوي احط الخمسة في مخي واربعة على ايديا بعد الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة برافو عليكم يبقى اربعة زائد خمسة يساوي تسعة يلا بينا نورنا الاشارة والمسألة را... رق... مسألة جمع رأسية اثنان زائد اثنان يساوي اثنان في مخي واثنان على ايديا بعد الاثنين ثلاثة أربعة. اربعة يبقى اثنان زائد اثنان يساوي اربعة ستة زائد واحد يساوي ستة في مخي واحد واحد على بعد الستة سبعة يبقى ستة زائد واحد يساوي سبعة يلا معادنا مع سؤال المتفوقين والسؤال بيقول أكمل ومستنين إجاباتكم شكرا يا أصدقائي